فعلتها قطر وتوجت أداء قويا بكافة الخطوط، ويحسب لها أنها لم تتذوق طعم الهزيمة، بل أن شباكها بقيت عصية على الجميع ولم تهتز حتى الآن. الشمشون الكوري امتلك الأفضلية في شوط أول انتهى كما بدأ بالنسبة للأرقام، وشح بالفرص والهجمات. الإسباني سانشيز مدرب قطر افتقد خدمات الثنائي الموقوف عاصم مديبو وعبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا، لكنه امتلك خير بديل في دليل على وجود التكافؤ على صعيد الأساسي والاحتياط. أعتقد أنه يوم حافل بالنسبة لنا، لقد أنجزنا شيئا سوف يسجله التاريخ حتى هذه اللحظة، وأريد أن أهنئ الجميع على ذلك. اللعب الجماعي أمر مهم في هذا المنتخب، اللاعبون رائعون ويدركون معنى الفوز بكل مواجهة على حدة في هذه البطولة. إنهم يحتفلون بفوزهم بعد كل مواجهة لأننا بحاجة للفرح بالفوز، واليوم كانت خطوتنا مهمة والجميع احتفل، لكننا سنستعد مباشرة للمواجهة المقبلة، فمن المؤكد أنه علينا أن نفكر في تلك المواجهة. القائم الأيسر لمرمى سعد الشيب رد ركلة حرة نفذها كيم جينسو، وعقب دقيقة واحدة جاء الرد القطري بتصويبة عبد العزيز حاتم، لم تخطئ المسار ولم تهدأ إلا في الشباك. I keep thinking that we created لقد صنعنا فرصا أكثر من الخصم، وكانت فرصنا أقرب وأفضل، لكن في المواجهات الفائتة لم نلعب بالمستوى المعهود، ولم تكن فعاليتنا جيدة في هذه البطولة، لكنني أعتقد أننا أوجدنا الكثير من الفرص. لن نغير أسلوبنا في اللعب، وسنواصل العمل للمستقبل على نفس المنوال دون أي تغيير. الكوري الجنوبي ضغط بحثاً عن التعديل، واستطاع التسجيل بهدف ألغي بداعي التسلل كما أثبت الفار. ودفاع قطر المنظم منذ أول البطولة فرض كلمته الأخيرة ولم يقبل التغيير، لتسطر قطر أول تواجد لها في نصف نهائي كأس آسيا. ميدان رضوان، صدى آسيا.